ليش انا نكمل نجرب على حاجه بس عشان نكسر كل شويه الكلام. موضوع يعني كذا انا بعطيكم طلب بسيط ادوني علاقه مع اثنين. اي يعني تبغى لحالك تبغى شيء في بالك تسويه اذا في عندكم. انا عندي طلب اثنين. يلا روح عندنا سم. الحين بجيب بس طلال تعال اسمع المشهد الحين قدامنا شمعة وجاي واحد يعني شغل الشمعة شب الشمعة وبدأت تميع لين طاحت. أبغاكم تجسدوا لي هذا الدور. واضح الوضعية كيف؟ دقيقة مدة دقيقة بس ما نبغى نطول. اطلع يلا يا شباب بس نشعل شمعة. شمعة واقفة جاء واحد شب شعل الشمعة وماعت. صعبت. أيوة هذا الإبداع. من الشمعة طيب الحين؟ يعني واحد منا يسوي شمعة؟ خلاص جابر خلق الشمعة أنت. كان في شمعة؟ لا هو شمعة واحد. هو الشمعة هو الشمعة. إيه. أربعة ثلاثة اثنين نبدأ. هذه الشمعة تتحرك. شغال؟ هذه الشمعة تستهبل. سلام يا جابر سلام يا جابر والله مبدع. برضو شوف التعبير يوم وقف يوم جالس حاير في حاله شوف اعطى شكل تعبيري. فايضا تحيه الله يعطيكم العافيه جميعا. تفضلوا بس تعال مشهد مفاجئ ما ندربنا عليه. من عيوني والله ما قصرت. تعال ابو حور.